ونذكركم بالمواجهات التي لعبت هذا المساء. في مواجهة ساليرنيتانا أودينيزي تمكن أصحاب الأرض من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بداية هذه المباراة كانت لمصلحة فريق أودينيزي الذي سجل هدفين وتقدم عن طريق مارفين زيغلير، وتمكن من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق نيستروفسكي. وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق تمكن فريق ساليرنيتانا من تقليص الفارق عن طريق كاستانوس الذي سجل الهدف بعرضية كاندريفا، وهو بدوره سجل الهدف الثاني لفريق ساليرنيتانا في الدقيقة 57. هدف الفوز في هذه المباراة كان عن طريق ويليام إيكونغ الذي سجل الهدف قبل نهاية المباراة بعشر ثواني فقط، لتنتهي المباراة بفوز ساليرنيتانا 3-2.